السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم ولاء أشرف من موقع جوالك حياتك. هتكلم النهاردة عن كيفية عرض الترجمة على أي فيلم أجنبي غير مترجم عن طريق برنامج الام اكس بلاير بعد تحميل ملف الترجمة الخاص بالفيلم. يعني مثلا أنا منزلة مسلسل عن طريق التورنت، الحلقة الأولى من مسلسل The Originals، لو لاحظتوا هتلاقوا مش فيها أي ترجمة. كل الحلقة من غير ترجمة. عشان أعرض الترجمة بتاعتها محتاجة أحمل ملف الترجمة بتاعها الأول. هعمل سيرش باسم الحلقة دي، يومان عربي سبتايتل. انا محتاجة انزل الترجمة العربي بتاعة الحلقة الاولى من المسلسل. Download Arabic Subtitle. كده Download Complete. ندخل على الفايل مانجر اللي عندي في الداونلود، هلاقيها نزلت بس ملف مضغوط. بفك الضغط بتاعه، اوكي، عملت فولدر وفيها ملفين ترجمة. بعمل باك. الحلقة أنا كنت منزلاها عن طريق التورنت، بفتح ملف التورنت واخد الحلقة اعمل لها موف تو، واحطها في نفس الفولدر اللي فيه ملفات الترجمة. ميك كده بقيت الحلقة، ولازم تبقى الحلقة والترجمة في نفس الملف. وافتح الام اكس بلاير، هلاقي بقى في ما بقاش فيه التورنت زي ما كانت الحلقة موجودة جوه فولدر التورنت، موجودة دلوقتي في the originals. play start over. برضو الترجمة مش ظاهرة، لازم أشغلها الأول. subtitle open. بيجيب لي الملفين الموجودين، احنا بنختار ال SRT. كده ظهرت الترجمة، كل الفيلم بقى مترجم. الموضوع سهل جدا ومش فيه اي صعوبة. اي فيلم اجنبي عندك ممكن تنزله وتشغل الترجمة بتاعته بنفس الطريقة. يا رب يكون الشرح سهل وافادكم، والى لقاء قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.